مع حلول شهر رمضان المبارك تحية طيبة وبعد، يشرفني باسم كل المؤسسات الفلسطينية في كندا أن أعلن عن حملة تبرعات للمستشفيات الفلسطينية للمساعدة في جائحة كورونا الدولية. الحملة تبدأ في 15/4/2020 وتنتهي في 30/5/2020. هدف الحملة تأمين المستلزمات الطبية. نرجو من الجميع التبرع بسخاء لمساعدة أهلنا وأحبابنا في فلسطين. كل عام وأنتم بألف خير.